اليوم بنجرب ريزوتو بطعم جديد اول مره يمر عليكم. يلا تواصل وياي اكاونت اسمه شوشوكا، اتوقع نفضت الاسم صح، شوشوكا اندرسكور جار، راح تلقونه تحت بصندوق الوصف ان شاء الله اكتبه لكم. عندهم ريزوتو بشكل مختلف، ايش بورق عنب ايش، خل نوريكم احسن عشان لا نحرق كل الاكشنات. حلو، اللي ما سوى لايك يسوي لايك الحين ويشير ويشترك اكيد. ساعة المباركة، نبي نوصل ل 100,000 قريب ان شاء الله، همتكم يا ربع ما ننحرم من الكيله، نستمر نجيب لكم ان شاء الله اشياء جديده غريبه بالتعاون مع الحسابات الموجوده بالانستغرام والمطاعم الخنفشاريه. صح، قبل امشي اللي مو ضايفنا تيك توك، شغالين تيك توك وانستغرام ريلز وفي اكشنات، حساباتنا تحت بصندوق الوصف. يا ساتر على البوكس شوشوكا، وكان متغلف بس امانه قصيت التغليف. شوشوكا جار يا حبيبي ثقيل. سؤال الحير الملايين، هذه منو؟ ما ادري منو هذه، بس قلت يعني نسوي مسابقه، كتبوا لها تحت بالتعليقات اذا عرفتوا هذه منو. انا ما اعرف، او ممكن شنو نطلق عليها، ما ادري اذا هي شخصيه معروفه هذه. انا اسميها سبيتشه، شكلها سبيتشه. تحياتنا حق كل واحدة اسمها سبيتشه. حلوين، 12 حبه من شوشوكا جار لنا، المفروض انه جار يعني لنا. حلوين، شايفين الترتيب والتنسيق يا الربع، شيء احترافي. عندنا نوعين طبعا، صورة سبيتشة موجودة بكل هذا، سبيتشة اهلا وسهلا سبيتشة، نوعين اتوقع حار وبارد، اما ما اعطوني تفاصيل بالضبط شنو هذا، بس طعمه ورق عنب المفروض. طبعا يزاهم الله خير جايب لنا كفاش وكلينكس، عارفين يعني انه لازم كل واحد ويا قفشته، ومغلفين تغليفه حلوه. والوايتس طبعا اكيد أمانة يعني، هم طريقة التغليف والكرتون المستخدمينه ناس بروفيشنال، يعني الليفل أعلى من الليفل أكاونتات إنستغرام تقليدية. خنجرب يا جماعة، نشوف موضوع شوشوكا. طبعا حتى هني تعبانين على البراندك يا جماعة، وهايد وايد شغل محترافي صراحة. للعلم الأكاونت حق بنات كويتيات أعمارهم صغيرة، أحييهم صراحة على هالتغليف والأفكار الحلوة هذه. راح أقول لكم كل التفاصيل بعد شوي إذا حابين تطلبون أو تطلبوا. يا نهار أبيض، أوبا، لا في شغل كبير يا ربع، شغل وايد كبير. طبعا هو ريزوتو، في ناس تسميه كيكة ورق عنب، ما إيش علاقة الكيكة بورق العنب بالريزوتو، بس يقولون كيكة بحكم أنه مسوينا بقالب وكذي. باكر واحد يقول لنا أنا مسوي كيكة حمص مثلا، باكر واحد يسوي بشاميل يقول هذه كيكة. حلوين، التحدي أنه يعجبني. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونجرب. بسم الله، انا ودي تشوفون التفاصيل يا جماعه، وايد جايزت لي امانه. كشكل ما يوحى ان البنات صغار الله يحفظهم. ريزوتو ورق عنب يا جماعه، فعلا طعم ريزوتو ورق عنب. يمكن بالنسبة لي أنا أفضل أحط بعض الإضافات، يمكن تعطيني طعم جديد أكثر، أعزز ورق عنب أكثر، بس هو فعلا في ورق عنب. أحس كان ننقصه شوية ليمون زيادة، شوية ملح ناقصة، هذه ويكون 100% كامل، تجربة جديدة 100%. أتذكر في مطعم من المطاعم الإيطالية اللي رحناه بالكويت، مشهور إنه وايد قوي بالريزوتو، للأسف ما كان ربع مستوى هذا. خلنا ناخذ من القاع شوي، في دهن زايد، في دسومة يا ربع، يعني واحدة ثنتين بالكثير راح تشبعون حرفيا من هذه. تجربة حلوة واستثنائية، والدليل اني خلصتها يا ربع، وايد احسن عندي من كيكة ورق العنب، وايد احسن، هذا وايد احسن، كل واحد له شغله ودنيته. بجرب السبايسي واعطيكم التجربة بشكل عام. يا حلو السبيتش حتى هني موجودة، هذا السبايسي شكله مو سبايسي وبس، شكله معبوش. مفروض اسمه معبوش ريزوتو. ليش دائما تخربط ريزوتو ريزيتو، وايد تخربط فيها. المهم هذا. بسم الله، شكله هذا سبايسي.
يبي له واحدة ثانية. يذوب يذوب. ما يمديك تركز بالطعم بصراحة، بس أنا ودي أوصل للقاع. يعني يقول إيش وأنهم جايبين نوعين، إذا عندهم أكثر من نوع ما أدري شنو أنواعهم أمانة، بس هذا اللي وصلوا لي فعلا إبداع. الحار والبارد طبعا خلصتهم اثنيناتهم الله يعطيهم العافية، شيء افتكاسة جديدة مثل ما قلت لكم، أنا أحب الورق عنب، لكن بالنسبة لي بالتجربتين أفضل البارد. في ناس أنا متأكد راح يفضلون الحار، هذا خاصي منه. البارد اللي حسيت فيه طعم الورق عنب أكثر، هذا حسيته كأنك قاعد أكل ريزوتو حار شوي، يعني هذه فرق التجربة. هني كان طعم الورق عنب وايد واضح بالنسبة حق هذا. في أحسن في أحسن، إيه ممكن يكون أحسن من كذي، مثل ملاحظاتي ما نكررها مرة ثانية. فتجربتي مع الريزوتو عالمية، ريزوتو تجربتي هذا أنا أعطيه 40 من 50. وايد ناس انا اعرفهم يحبون هالليفل هذا من السبايس، مو وايد حار يا جماعه، تقريبا ميديوم. هني احلى شوي، 45 من 50، قريب من قلبي يا جماعه، ما اقدر. ورق عنب احبه، نحبه. قديم برمضان مفروض نقوله، بس ما قلنا الحين نقوله، نحبه. الله يعطيهم العافيه، مشكورين على صوره سبيتشا بكل مكان، وجهه وايد مألوف، ما اتذكر وين شايفه، بس الصوره مألوفه. سبيتشا تروحين للقهوه الشعبيه؟ لا ما تروح القهوه الشعبيه، ما أعرف، لم بين عليه، مو من رواد. كل التفاصيل اللي تحتاجون عشان تطلبون منهم موجود تحت بصندوق الوصف، أكيد لازم تطلبون قبلها بمدة. كل التفاصيل اللي راح تحتاجونه موجود تحت. طبعا الله يعطيهم العافية، وايد تعبانين خصوصا على الكواليتي، عشان يطلعوا لكم أفضل تجربة ممكن تحصلونها. أول أكاونت يسويهم بالجار كذي، شكلها وايد حلو ومرتب حق التقديم، والبنات الله يحفظهم صغار بالعمر، فيستهلون الدعم، والشيء اللي قاعد يسوونه وايد كبار ما يسوون هالليفل هذا، سواء من التغليف او حتى من الطعم نفسه. ما نملح عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا الشخصي. بالنهايه شو نقول؟ ومالنا، سلام عليكم.